السلام عليكم. في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا ثلاثه ديال الحوايج. الحاجه الاولانيه اللي هي لا كلاس ايبرنيت ايتول، الحاجه الثانيه اللي هو لوبجي سيسيون فاكتوري، والحاجه الثانيه اللي هي او الثالثه اللي هي لوبجي سيسيون. الوغ غادي نبداو اولا بلوبجي سيسيون. باش نفهموا البرينسيپ ديال هاد لوبجي سيسيون غادي ناخذوا ليكزامبل اللي معروف عند الجميع اللي هو لي سيسيون، لا جيستيون ديال لي سيسيون في لابليكاسيون ويب. ليتيليزاتور فاش كيدير لوثنتيفيكاسيون ديالو كنجيرو لي سيسيون تاع، يعني كنكري واحد سيسيون لي كنتبازاو عليها في لابليكاسيون كامله حتى كي حتى كتكسبير عليه سيسيون ديالو. اذا كتفتح واحد سيسيون كدوز واحد المده كتسد. لا ميم شوز بالنسبه لوبجي سيسيون. الا خدينا لوبجي سيسيون في ايبرنيت، وحنا عرفنا ان ايبرنيت هو اللي كيجيري لنا لا كومونيكاسيون على باز دو دوني، كيجي لنا لا كومونيكاسيون لي ترانزاكسيون مع لا باز دو دوني. اذا لوبجي سيسيون في ايبرنيت كذلك هو اللي كيمكنني باش كنفتح واحد لا سيسيون، او اللي كيمكنني باش كنحصل على واحد لا كونيكسيون فيزيك افيك لا باز دو دوني. اذا شاك فوا كنبغي ندير شي مانيبيولاسيون على او لا ترانزاكسيون على لا باز دو دوني خصني نستخدم لوبجي سيسيون. ودائما بنفس البرينسيپ لوبجي سيسيون نقدروا نمثلوه بحال شكل اوبجي كونيكسيون، يعني تا هو خصني نفتح لوبجي، نفتح السيسيون، ندير تريتمون لي وغير ثم نسد السيسيون. اذا جينيرالمون هذه هي ليتيليتي تاع لوبجي سيسيون. وكيف ما حنا غنشوفوا في الدروس اللي جايين جميع لي مانيبيولاسيون وجميع الاشياء اللي غادي نتعاملوا بها مع لا باز دو دوني ديريكتومون غادي ايبرنيت كيعطينا لوبجي سيسيون اللي كيعطينا لا بوسيبيليتي باش كنجيريو اي حاجه انطلاقا من هذا لوبجي. الو غندخلوا في الديتاي تاع لوبجي من بعد. الحاجه الثانيه اللي هو سيسيون فاكتوري. سيسيون فاكتوري هو سيت اون كلاس لي ديجا بري ديفيني فوسط لي جار ديال ايبرنيت. هاد لا كلاس هادي هي بازي سيغ لو موديل فاكتوري، لو ديزاين باترن فاكتوري. سي تان اوزين لي كيمكنني باش كنجيري او لا باش كنجينيري دي زوبجي او لا باش كنكري دي زوبجي سيسيون. اذا الا بغيت انا سيسيون خصني نستخدم لوزين لي هو سيسيون فاكتوري، هو اللي كيمكنني باش كنكري لوبجي سيسيون. هذا فيما يتعلق باختصار بالنسبه للسيسيون فاكتوري. اما بالنسبه لا كلاس ايبرنيت ايتول ونقدروا نسميوها كذلك سيسيون فاكتوري ايتول او لا سيسيون ايتول، هاد لا كلاس هادي هي لي لوبجيكتيف تاع فينالمون هو لا كرياسيون ديال لوبجي سيسيون. علاش كنديروا هاد لا كلاس هذا فوسط لابليكاسيون تاعنا فوسط البروجي؟ يقدروا نستخدموا ناكسيديو لا باز دو دوني بليزيوغ فوا. باش ما نبقى فوسط لابليكاسيون شاك فوا بغيت مانيبيولي هاد لوبجي اولا ندير شي ابيل اولا ترانزاكسيون افيك لا باز دوني، نبقى ندير لونسومبل ديال لي زانستريكسيون لي كيمكنوني باش كنحصل على لوبجي سيسيون. كنجمع جميع هاد ليدي هي انه هاد لوبجي اولا هاد لا كلاس ايبيريت ايتيول كتجمع لنا كاع هاد لي مانيبيولاسيون، وكان بحيث اننا كنعيطو على لوبجي ديريكتومون بان سول لين. اذا دابا باختصار نشوفو البرانسيب، فهمنا لوبجي سيسيون، فهمنا لوبجي سيسيون فاكتوري اللي هو ليزين اللي كيمكن اللي كيعطينا دي زوبجي سيسيون، وفهمنا لا كلاس ايتيول. غادي نشوفو غابيدمون لو كونتوني ديال هاد لا كلاس. حنا استخدمنا هاد لا كلاس، خدينا لو موديل تاع واج وانتيغريناه فوسط البروجي، مع العلم انه ممكن نديفلوبيو مانيولمون لو كود ديالنا. اذا هنا لا شفنا هاد لا كلاس فيها 3 اتريبيو. لاتريبيو الاولى اللي هو سيسيون فاكتوري، سيسيون ريجستري، ثم لوبجي سيسيون. هنا اللي كيهمنا هل لوبجيكتيف هو اننا نحصلوا على لوبجي سيسيون. مي باش نحصل على هاد لوبجي سيسيون خصني نستخدم دو زوبجي. لوبجي الاولاني اللي هو سيرفيس سيرفيس ريجستري، ولوبجي الثاني اللي هو سيسيون فاكتوري. الوغ حنا اللي قلنا ان لوبجي سيسيون فاكتوري واحد الملاحظة بغيت نبع عليها باش ما تضروش مزيان فوسط ايبرنيت، سواء سيسيون فاكتوري او لا سيرفيس ريجستري او لا سيشن، هادو كاملين سو سون دي زانترفاس، ماشي كلاس، سو سون دي زانترفاس اللي كيمكنوني باش كنكريي دي زوبجي عن طريق هاد لا ستركتور اللي غنشوفو دابا.